تريبلي 3-31 و 20-21 يصل بكم في موعد جديد من فير بلاي. فير بلاي موعد الرياضة على إكسبريس اف ام. اسلام مد معاكم في الاعداد والتقديم، انيس الجويني في الاخراج، تقوى المديوني في الاخراج الرقمي. تنجموا تتابعونا وما كنتوا في تونس الكل من خلال الفريكونس نتاعنا، كما تنجموا تسمعونا ايضا من خلال موقعنا في العالم الكل راديو اكسبريس اف ام بوان كوم، كما تنجموا تشاهدونا ايضا بالصوت والصوره من خلال اللايف ستريمينغ اللي بدا تو تسويت تلقاوها على الباج نتاعنا اكسبريس اف ام، ولا تلقاوها على الصفحه الخاصه بالرياضه اكسبريس اسبورا. قبل ما نعطيكم السومير اكيد الحدث يفرض نفسه اليوم، نرجعوا بعد للسومير شنو عندنا اليوم بالضبط. اليوم تألق التوين سيتواصل بعد ما كان معنا البارح بالتليفون وليد كتيلة من طوكيو. اليوم معنا بطل آخر بطل استثنائي هو محمد فرحات شيدة من طوكيو. محمد فرحات أهلا بيك. شنو حوالك أخوي، شنو الأمور؟ والله الحمد لله عايش في الحمد لله. شرفتنا، شرفت التوينس الكل تقريبا، الناس الكل فرحانين باللي عملته اليوم في الأولمبياد. يعطيك صحة محمد فرحات. عايش عايش، حتى أنا ما يزيدني كان شرف فهمتني، ويزيدني دعم هذايا باش نزيد نخدم ونزيد نتقدم في المراتب الأولى كالعادة ونرجع فهمتني للمجد متاعي وركوري. نحمد ربي اللي معناها لتو معناها مازال باسمي، معناها تو ما عنده ما يقارب 10 سنين الريكورد دي مون باسم تونس باسم محمد فرحات شيدة. الحمد لله هذا ميزيني كان انا شرف زاد محمد، ان شاء الله اللي جاي خير. ما محمد نقول لك محمد ولا فرحات ساعه شنو تحب، ولا الزوز؟ الزوز انا الحق شكون الكل الكل نسمع فيهم، معناها في الـ في الـ في الميليو سبورتيف يعيطوا لي شيدة باللقب، نقول لك شيدة دارنا والعائلة يعيطوا لي فرحات، وفي وين نقري في الدنيا ما يعيطوا لي محمد. انت شنو تحب، شنو اقرب ليك؟ والله والله الاسامي كلها اقرب لقلبي، اما اعز اسم قولوا اسم محمد خاطر هذاك فهمني اسم نبينا اكيد صلى الله عليه وسلم. باهي محمد، ظهرلي اللي ما يعرفوش برشا توانسة فعمر 39 عام تقريبا انت هكا ولا ايه؟ وي وي شنو وي شنو الحمد لله. شنو السر في هذا، معناه انك تجيب ميداي في عمر 39 عام مش حاجة سهلة بالكل، ميداي اولمبيك نحكي. وي والله العظيم بالحق مش نقول لك، معناها راهو برشا 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 عني وبرشا برشا مجهود وبرشا تعب واكثر من اللي تصور انت في بالك، معناها راني للحظه هذه انا نزلت الريكورد مان في 400 متر، معناها حتى واحد ما قدر يحطم الريكورد نتاع محمد فرحات شيدة. مي والظروف اللي دخلت في البلاد ونحن ما تعرف في تونس ناقصين شويه امكانيات، معناها بعدت على منصه التتويج، انا من لندن راهو من لندن 2012 وانا نثابر ونخدم، معناها ما يقارب 9 سنوات باش رجعت للمجد نتاعي في 400 متر وتمكنت اني نهز الميداي درجون اللي تزيدني انا فخر بالحق وتزيد تخليني معناها بالحق إن نرجع في الكورسة ونزيد ناخذ في الثقة في روحي اكثر، خاطر راهو انسان راهو بعد مجده والارقام القياسية اللي عملتها تصبر 9 سنين وانت تضحي وتعب، معناها وراي الاولمبيك اللي فاتت في ريو حاتني بسانتي في السولونغور سانتي بيني وبينه على الميداي سانتي، وتتنحالي في ال 400 متر بالكاس بالفوتوفينيش الزوز تخلى بنفس الوقت. فهمت وحملت وقلت مثالش، فهمت واحد يزيد يخدم ويزيد يثابر ويزيد يتعب، فهمت والحمد لله ربي معناه كان معايا وانصفني فهمتني وانصف عرق وتعب الناس اللي ورايا جنود الخفاء اللي نشكرهم في الجامعه التونسيه اللي رياضه المعوقين وفي الكوميتي البارالمبيك اللي معانا هوني زاد كيف خدمونا وتعبوا معانا، والمدرب نتاعي سي محمد الساكري كيف والوالده امي الله يفضلها ومرتي رانيا الفوني اللي قاعده تخدم معايا وهي بيدا انسينيونت وشامبيون في الناتاسيون كذا، معناها كلهم الظروف كلها قاعده تخدم فيا هذاك الواش، انا الحمد لله يا ربي زدت في التصحيح وقلت ما يهمش. فهمت يلزم توا ندخل الكومبيتيسيون هذيا بسبري نتاع حرب، فهمتني وقلت لاصحابي وقلت ليزونترونور راني داخل بحاجتين في مخي، اما حياه واما فداء قسما بالله قلت له.
ينجيب هالميداي ينموت. محمد يموت. لطف عليك لطف عليك. ذهبية كانت تقريبا برشة منك محمد، تقريبا كنت في المرتبة الأولى في آخر اللحظات، ظهر لي ضاعت ولو أن جت في الذي النتيجة محرمة جدا. هو أوفر، أنا نحمد ربي على الرجل تاع هذه، خاطر كما قلنا اللي عملته وأنا معناها كما قال لي رئيس الكوميتي شيدة، راك عملت معجزة، راك بالحق أذهلتنا، معناها انك معناها وصلت معناها قريب ل 40 سنه ونحكيوا على 400 متر، مانيش نحكيوا على 800 متر، ومانيش نحكيوا على 1500، ومانيش نحكيوا على 3000 ولا ماراثون، معناها فيه العمر لاجمون نتاع عمر انه ينجم. اما السبرينتور عمره كثير، معروف في العالم الكل معروف، فهمت؟ السبرينتور ما ينجمش يعيش برشا في السبرينت، جرون ماكس 30 فهمت؟ صحيح، معناها تهو، معناها ما عادش ينجم يعطي، اللي بدلنا اكثر من 30 33، معناها انا الحمد لله قاعد نخدم على النظريه هذيك، نحب العقليه هذيك نحيها اللي موجوده مترسخه عند بعض من الناس هوني، فهمتني؟ ويقولوا لا معناها سبور عنده عمر، لا ما عندوش عمر، سبور عنده الانضباط، المثابره، العمل، الديسبلين، هذا اللي يخليك انت ديما صغير، خاطر اذا كان نحكيه على العمر، العمر هو مجرد رقم، مجرد رقم، والبدن هو الصحيح، يا تخدمه بدنك وتعيش انت بمجرد رقم اللي هو 39 سنة، وتعيش في مخر سبرين تاع 20 سنة وتنضبط، ترقد 9 متاع الليل، تاكل ماكلتك بنظام، تحاول حتى ولو معناه في ظرفي، انا انسان متزوج وعندي بنتي، معناه تحاول كيفاش تحاول تقسم روحك ما شويه للعائله وشويه للسبور، وتضحي. مثالش ضحينا، رانا ضحينا برشا حاجات، رانا ضحينا بألذ الاوقات مع عائلتنا وخليناهم فهمني في الاعياد وفي الافراح، ونحن نترناو هنا في عين دراهم في جبل، انا في المروك في جبل كيف 2000 متر على نيفو دو لامير، انا في تركيا ستاج 3000 متر على نيفو دو لامير، اللي معناها تبدا تتنفس، حتى نفس ما تلقاهوش، حتى نفس ما تنجمش تتنفسه، تلمول اللي تبدا تترنى في المرتفعات باش تحسن النيفو نتاعك وكذا. الحمد لله الحمد لله، نقولوا ربي وفقنا، ونشكر عائلتي اللي تعبت معايا، ونشكر المدربين، ونشكر الجنود الخفية كهو الشعب التونسي اللي مساندني، محمد ميساج فرصة هزيت الميداي. محمد فرصة خان تعرفوا عليك أكثر، اللي ما يعرفكش شكون محمد فرحات شيدة؟ محمد فرحات شيدة هو قيدوم الفريق، هو أكثر عنصر شارك في الألعاب البارالمبية من 2000 2004. بدايتي معناها في رياضة المعوقين، كنت أنا متطوع نخدم معهم قبل ما يصير أي حد في المرور، كنت نخدم متطوع مع رياضة المعوقين في العمل التطوعي، خاطرهم أصحابي ونحبهم، خاطر أنا من أصلي كنت عدى من الأسوياء بعد الحادث، معناها اللي صار لي انتدبوني لزون دي كافيه وحاولوا أنا يخدموا معايا وكذا، ومشكورين الحمد لله. معناها محمد محمد واش نفهم النقص في البصر هكا؟ لا لا، انا عندي اعاقة عضوية بسيطة، بروبليم تاع نحكيه على سبيناسيون وبروناسيون، فهمت؟ واضح. معناها مشكلة في البواني، معناها متاع عصب في اليد اليسرى، معناها حاجة معناها اخف نوع، هذي اخف نوع متاع اونديكاب هذي، اللي هو يسمى تي 38. وصلوك برشا مساجات اليوم توانسة؟ والله الحمد لله، نشكر الشعب التونسي اللي وقف معايا، والتو التليفون لكف من المساجات ومتهنية والحمد لله، هذاك اللي سعيته، فهمت؟ سعيت اني بالحق باش نفرح ونفرح الشعب التونسي اللي معايا، خاطر بالحق راهو في حسرة ووباء، معناها كيما هذايا نفرض رواحنا ونهزوا ميداي مع الدول اللي حال البيبان لولادها ومخت جاحة بتاع الكورونا يترنيه، نحن لقينا دولتنا مسكرة لنا البيبان قسما بالله، وصلت ننقز مصور باش نمشي نترنى في وسط التيران، ونهبط ونتيح ونقوم ونقول ما يهمش ميسالش ربي يعوضني، نبدأ هارب من الحاكم باش ننجم نمشي بكرهبتي، نمشي للنترينا في منتزه النحلي بالسرقة، فهمتي؟ ولا نترينا في التيران داتليتيزم بالسرقة، خاطر هذاك هو يلزم المثابرة والعمل، ما فماش
باش توصل يلزمك تلقى الحلول، ولو حتى لو فرضنا الدنيا مشيت بالعكس وعكستك ليك كما ما يقول ابو القاسم الشابي لا يأس مع الحياه. هذاك اللي تعلمته انا، هذاك اللي صبرت درس في الحياه. بعد 9 سنين نرجع نعاود نتوج في الاولمبياد، صبر ومعاناه 9 سنوات مستاهل الحمد لله يا ربي. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه محمد، برافو ليك، اكيد درس منك انت تقدمه للتوانسه الكل اللي يسمعوا فينا، برافو ان شاء الله بالتوفيق ليك. شرفتنا كما قلت لك في اول المداخله نتاعك، وشرفت التوانسه الكل، وان شاء الله تزيد من النجاحات. نستناو منك ما اكثر ولا ما نعرفش شنو نستناو محمد منك. اي العظيم ماني تو ماشي نحضر في روحي، غدوه عندي عندي سولونغور الصباح، نلعب حوالي 10 نتاع الصباح و39 دقيقه. نستناو ميداليه اخرى يوفقني. ان شاء الله ان شاء الله نقولوا ان شاء الله، مهم توفيق الا بالله. انا الحق اكثر حاجه رئيسيتي نتاعي 400 متر، فهمت؟ اكثر حاجه ركبت على 400 متر، خدمت على السولونغور مش ما خدمتش، اما مش بحكم جائحه الكورونا معناها ما تنجمش تقسم وقتك كما انت صعيب. صعيب صحيح، يعطيك الصحة، فهمت؟ والنيفو قوية برشا، معناها ناس تنقص في 735 راهو نحكيو دي زونديكابي، راهو ونحكيو في 100 متر. أنا كنت راني حتى في شامبيونا دي موند اللي لعبتها الأولانية في أمريكا 2005 هز 3 ذهب 100 و200 و400 متر. أما وقتها الأوقات في المتناول، معناها الحمد صحيح. لله معناها ربحتها بأوقات معناها في المقدور، تو اللي زاتليت يجريو في العشرة. معناها الاوقات قاعده تقرب، معناها قاعده تقرب النيفو الاولمبيك نحكيه هنديري، معناها ما عادش نحكيه على النيفو البارالمبيك. الدولي كلها راهي تخدم. يعطيك الصحة، شكرا ليك محمد فرحات شيدة، بالتوفيق ليك، شرفنا اليوم بحصولك على الميدالية الفضية في الألعاب البارالمبية، بالتوفيق ليك إن شاء الله، ولقيت زملائك إن شاء الله ميداليات أخرى في الأيام القادمة. صابرين بن محمود في الأخبار، وبعد مكملين حتى الخمسة.